وانطلقت الآن الجياد في شوطها الثامن، جياد الإنتاج السعودي التي لن تكسب عمره 3 سنوات، وانطلاقة قوية لمجاهر الآن في المركز الأول، متابعة من 7 الخيل من الخارج في المركز الأول الآن مع تقدم للسهم الثاقب من الداخل لانتزاع الصدارة، وانطلاقة كما تشاهدون لهذه الجياد المجتمعة تقريبا في مجموعة واحدة، والصدارة للسهم الثاقب في المركز أو في المركز الأول مع متابعة أيضا من 7 الخيل من الخارج، مجاهرة تتمركز في المركز الثالث، محاولات أيضا لبقية الجياد في هذه اللحظات، مجاوب أيضا يظهر من الخارج، وأيضا 7 الخيل في محاولات للتقدم، وأيضا كما تشاهدون هناك محاولات من كارلين من الداخل في هذه اللحظات، والسهم الثاقب يتصدر حتى الآن في المركز الأول ما شاء الله، مع محاولات الآن لبقية الجياد مع اقتراب قطع أغلب مسافة هذا الشوط، محاولات الآن من قبل مجاهرة للتحرك، والتحرك على ما يبدو سيكون حثيثا من قبل 7 الخيل في هذه الأثناء من قبل الخيال مهدي الحبيل مع أخذ الجياد للمنعطف الأخير، ومجاهرة محاولات انتزاع الصدارة من السهم الثاقب المتصدر في المركز الأول، مجاهرة مع محمد الدهام في محاولات حثيثة لانتزاع الصدارة مع آخر 200 متر في هذا الشوط، والسهم الثاقب متصدر من الداخل، محاولات لمجاهرة الآن لأخذ الصدارة، تنافس قوي جدا وثنائي، وانتزاع الصدارة من قبل مجاهرة، وصول إلى خط النهاية، ألف مبروك.